خلى طارق ينتهج هذا النهج؟ ايه اللي خلى طارق يروح السياسه؟ ما فيش، عارفه حضرتك، دول بياخدوا الطفل وهو صغير بيشربوه يعني ما يعني لا تتخيل طارق ده كان عامل زي البنت. طب انتم عيلته كنتوا فين؟ احنا ما نعرفش عنه، قاعدين مش قاعدين في داهيه. ده عيله الزهر يا استاذه ماليه مصر كلها كبيره. وانا هجري مع كل واحد اقول له انت بتعمل ايه وبتسوي ايه؟ عبود الزبر ده قبل الحادثه ده كان مقدم استطلاع، مخابرات استطلاع في حرب 73. عبود الزبر ده كان مقدم مخابرات استطلاع. طب مش عارف ايه اللي جره في الكلام ده. قعدتوا معاه بعد الحادثه دي؟ قعدنا مع مين؟ مع طارق. ما اتقبض عليهم بقى وراحوا السجن بقى، واحنا كنا بنخاف طبعا نروح هناك. بعد ما خرج من السجن؟ بقى طبعا ما جيت دواه. ورحنا استقبلناهم، العيله استقبلتهم على اساس ان هم كانوا معتقلين 10 سنين، وقلنا انهم خرجوا وهينهجوا منهج كويس للبلد. يا عم ده بعد حس السادات ما فيش حد فينا دخل الجيش، ولا حد دخل الجيش يبقى عسكري، ما دخلش عسكري عشان وزاره الزمر. النيابه ما دخلهاش، الشرطه ما دخلهاش، ضابط جيش ما دخلهاش، النيابات ما دخلهاش. المناصب كان في ضباط جيش وشرطه كانوا بيقعدوهم بسبب عبود وطارق. خلصنا من حادثه السادات. النهارده ممنوع طارق يا زمر. يعني انا بوجه لك كلام من 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 القاهره، من قناه تين. اي كلمه بتقولها على الدوله بتضر عيلتك فيها الكويس وفيها الغلبان، فيها اللي مش لاقي ياكل يا اخي، مضطهدين. انت زمر، انت ارهابي. طب يا عم انا مش زمر. لا انت ارهابي. شو تعريف طارق الزمر؟ ما تخف شويه عن طارق، خف عن عيلتك. ما بقولكش خف عن السيسي ولا خف عن مصر، خف عن عيلتك الكبيره اللي انت شايل اسمها، والمفروض انك تحافظ عليها قبل ما تحافظ على اللي انت معاهم دول والاخوان دول. حافظ على عيلتك اللي انت تربيت، وحافظ على ناهيه. ده ما فيش ده ابن ناهيه النهارده بيخاف يقول انا من ناهيه بسبب طارق الزمر. بيمسكوه بيقول لك عاوز يغير بطاقته من ناهيه عشان طارق. ليه كده يا طارق؟ ما تلم نفسك يا ابني شويه. مش احنا بدالك عيلتك وقرايبك طب ابوك وامك ماتوا ما حضرتش جنازتهم يا طارق؟ تسوى ايه ديت؟ عشان ممنوع تخش بقى، ما انت عمال تشرف في البلد وتشرف في الدوله ليه؟ عملوا لك ايه؟ طب هات لي كده حاجه كده عملوا لك ايه الدوله السيسي؟ 30 مليون يا اخي، 30 مليون طلعوا يا اخي، وجاي بتقول اسحل اللي يطلع. طب انا طلعت انا في 30 يونيو، يا كنت قابلتني كنت سحلتني، كان واحد فينا هيموت الثاني، يا انا هموتك انت تموتني، ده يفرحك؟ لا انا عيلة الزمر يا جماعه لا بتستنكر 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 الى ابعد النهايه. كلام طارق الزمر واسلوب طارق الزمر وفكر طارق الزمر، لكن حكايه التبرع دي ما فيش حد يتبرأ من اهله. اما الفكر بتاعه اتبرأ من فكره وباسم عيله الزمر كلها. اقسم لك بالله واقسم لك بالله انا لن يوجد في عيله الزمر اخوان مسلمين ما يتعدوا على الاصابع. عيله الزمر تعدادها 2 مليون نسمه، وفي جميع انحاء القطر المصري في قرى ومدن ووظائف، وفي الصين وفي امريكا وفي المانيا وفي كل حته زمر. ما فيش ارقام ما يتعدوا على الاصابع الايد الواحده، وغير مؤثرين لا في العيله ولا في الاخوان. انما طلعت لنا بس منهم واحد طلع قتل. ما هو طلعت لنا. طب يعني طيب يعني. ابص فجاه واحده بتتكلم وائل ابراش يقول له عيله الزمر الارهابيه. مسكته فريده الزمر ومسكت لميس الحديدي، قالت لها يا لميس عيب. اللي كان يقول طارق الزمر، كان الاحترام يعني اللي كان يقول طارق الزمر لهم كل الاحترام. اكيد زمايلنا ما قالوش كده، اكيد لا زمايلنا الاعلاميين. المتحدث لما يجي يكلم لميس او يقول له عيلة الزمر، يقول له لا المفروض يقول فلان الزمر. يعني هم مش مسؤولين كاعلاميين، هم مش مسؤولين.